نظم ائتلاف دعم مصر مؤتمرا جماهيريا في محافظة قنا لدعم الرئيس السيسي لولاية ثانية، واستعرض المؤتمر إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، فضلا عن مناقشة التحديات والتهديدات التي تواجه مصر، وتتطلب منا الوقوف صفا واحدا خلف القائد الذي أعاد لمصر هيبتها على الأصعدة كافة. بشعر فخرا شاف الوصول، شاف العراقة، شاف أصل مصر كلها، وإحنا بنشوفها كل يوم عندنا في المجلس في صورة نوابنا وصعيد مصر المحترمين اللي حضراتكم محظوظين بيهم إن هما بيمثلوه. زي ما السادة زملائنا كلهم قالوا زمان، فترة كانت صعبة جدا، وبتشكر للأخ أحمد إن هو فعلا في الشهر بتاعه ظهر كل المواضيع، لكن أحب أوضح لحضراتكم بصورة يجب مبسطة شوية. سيادة الرئيس لما قرر يعمل الإصلاحات كان كل حرصه هي مصلحة البلد. في فرق بين الأمانة في الشغل وفي فرق بين أنا أعد الشغل. في فرق إن أنا أبقى رئيس جمهورية بأمانة وأعمل إصلاحات جادة. وفي فرق إن أنا لمجرد تبقى فترة وتعدي. الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلاً لما أدار البلد أدار بأمانة. بس أدارها بأمانة حتى في الحرب ضد الإرهاب، لأن هو اللي تحمل المسؤولية مع القوات المسلحة. لما أجي أقول إن عندي رئيس فعلا قرر إن المواطن المصري يرجع يعيش في مساكن محترمة بدل عشوائيات، إنه يجي على فيروس سي ويخلي المواطن يشفى من المرض بتاعه، إنه يرجع مصر تاني هي أكبر مركز للاستثمار ويمكن أكبر مركز للغاز. هو الأمانة لما أجي أقول لحضرتك أنا شغلك ولادك هنا في هنا وفي صعيد مصر كنت هعملها إزاي ما عندي طريق ولا عندي كهرباء ولا عندي مية. لما أجي أقول إن إحنا مش عايزين نمد إيدينا لحد ومصر تقف على رجليها من تاني، الكلام ده كان يحصل إزاي من غير ما يبقى عندنا المزارع بتاعتنا وأكلنا وشربنا إحنا اللي بنعمله بنفسنا، من غير ما عندنا الغاز بتاعنا نبطل استيراده واحنا اللي نبتدي نصدر للعالم كله، وحمل كمان القوات المسلحة انها تنشئ مع الشركات الخاصة فوق مسؤوليتها الدفاع عن الوطن، لان هو خد القصة دي ان هي ده دفاع عن الوطن المصري، ان هو فعلا الدفاع عن كرامة المواطن المصري. فحضرتك لما المواطن بيقول اتعملت ليه؟ اتعملت عشان تجي لك في الاخر. اتعملت عشان حضرتك فعلا زي ما الاخ احمد قال وسارت كل المواضيع. كنا زمان لا عندنا كهرباء ولا طريق ولا غيره. بس حاليا بقى عندنا. وعندنا يمكن ان شاء الله كمان لمستقبل شبابنا قدام. احنا ما اتقلناش في المجلس غير اعملوا الصح. السادة النواب شاهدين على الكلام ده. خدنا قرارات واجراءات شديده، ما كانش بيتقالنا غير اعملوا الصح. واي حد بيشكك في وطنيه هذا الرجل او اي حد بيشكك او بيحاول يجيب للناس اكتئاب بعد الشيء ويقعد يخليهم يعني يتشككوا في الاصلاحات، هم فعلا غيرانين باللي البلد وصلته. وقفتنا ان شاء الله كلنا وقفه رجاله زي ما بنحارب كده عشان مصلحه البلد، وزي ما عندنا قوات المسلحه والشرطه بتحارب عشان البلد، وزي ما اتخذت كل القرارات اللي فاتت عشان مصلحه البلد. في ناس منتظرانا بره كده وعايزه تشوف
هو احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقف وقفة رجل واحد ولا معتمدين على الاخرين؟ محدش يعتمد على حد ان هو يصوت له، ومحدش يعتمد على حد ان هو يعدي بالمرحلة. الوقفة دي زي ما بقول وقفة رجالة. اللي وقف وتحمل المسؤولية وحارب لنا، احنا كمان لازم نقف نتحمل المسؤولية. وبنقول نتحمل المسؤولية عشان البلد. البلد في حالة الحرب أو في حالة الخلاف. وإحنا في الصعيد وعارفين كده. كلنا بنقف وقفة رجل واحد. وهي دي إن شاء الله وقفتنا في يوم الانتخابات. أنا كان نفسي إن أنا أتكلم أكتر وأقعد معاكم أكتر. بس حقيقة أنا سعدت بكلام زمايلي كلهم لأن هم عبروا عن كل اللي جوانا. ومش هنقول أكتر. وقفة الرجالة إن شاء الله يوم الانتخابات. وبإذن الله إحنا قاعدين وهنسمعكم كتير، وهنسمع لو في أي حاجة نقدر نعدي بيها البلد في إصلاحات هنعملها معاكم إن شاء الله. الزيارة دي يمكن المرة دي في المقر، وطبعا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن هي مش هتكون آخر زيارة. هنجيلكم إن شاء الله، إحنا بنفتح عندكم مشروعات صغيرة.